خلينا نروح سريعا من امبارح ودوري ابطال اوروبا والجمال بقى في المشهد واللعب والحاجات الصغيره اللي انت بتتفرج عليها وتقول واو، بس في نفس الوقت ازاي بيبقى فيه في كره القدم، وحضرتك تقول لنا بخبرتك، فريق بيلعب حلو قوي وما بيفوز، وفريق ما بيعملش ربع اللي هو بيعمله وتلاقيه هو اللي فاز وبطوله. دي ليه بيقولوا كره القدم مجنونه؟ حلو، ده فعلا مجنونه ليه؟ ممكن ما بتديش كل واحد حقه، والمجنون ده ما بيعرفش يقيم، صح؟ فهي مجنونه ما قيمتش امبارح، فريق بيلعب وفريق يفوز، يعني الفريق اللي لعب والفريق اللي ادى والفريق اللي هاجم والفريق اللي ضغط وعمل كل شيء في الكوره. لو نشوف حارس مرمى ريال مدريد قد ايه وقف على الكرات كرتوة. او الكره كانت فين طوال 90 دقيقه وطلع كام كره كان ممكن تجول، صحيح؟ بعكس ليفربول مفيش. يبقى اذا كان فيه هجوم ضاغط وكان فيه اهداف ضايعه من ليفربول. أيوه. هنا التوفيق تخلى عن ليفربول امس.